السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هشوف ازاي نضيف حلية على شكل قوس. ما بتشتغل على الوول، شغل فلور والروف والسيلينج. ده قرار نيو فاميلي، قرار جينيريك موديل فيس. عندي هنا سيلينج، عندي فلور، وعندي لاين، وعندي وول وكذا حاجة، بس الفيس ميزتها انها بتشتغل عليهم كلهم. طيب اول حاجة اعملها ان انا هقول له وريني اليونت، اتاكد ان انا شغال بالمليمتر، وبعد كده هقول له ريفرنس لاين، وليكن مثلا اخليها مثلا 400 مثلا اهو، وده برضو هقول له خلي هنا في دايمنشن من هنا لهنا لهنا اهوت، ومن هنا لهنا اهوت. طيب دلوقتي اقول له كرييت، واقول له اعملها لي سويب، يعني هبدا ارسم خط وهو يلتزم بالخط دوت. سويب كرييت سويب، اقول له سكتش باص، واقول له ارسمه لي على هيئة قوس بالشكل دوت من هنا لهنا لهنا. طيب لو انا قلت له هنا الاين من الخط ده للنقطة دي، خلاص هو ملتزم من الخط ده للنقطة دي. طيب هاجي من هنا من الخط دوت للنقطة دي، مش هقدر اعمل لها الاين. طيب اعمل ايه؟ هقول له دايمنشن من الخط ده للنقطة ديت، تمام، هي زيرو، ماشي، انا عايزها زيرو، واقفلها. يبقى اول ما ده يتغير ده هيتغير معايا. اوكي. طيب بعد كده هقول له ايديت بروفايل، وتقدر ترسم اي حاجة انت عايزها هنا، وليكن مثلا شكل دائري بالشكل ده، اي شكل انت عايزه. اوكي اوكي. تعال نبدأ الشكل اللي احنا كنا فيه، تمام. طيب خلينا مثلا نقول له ان احنا غيرنا بالشكل دوت وكبرناه، ده هيتغير هو معاه، ولو غيرنا دوت هيتغير معاه بالشكل دوت. انا عايز اسهل على نفسي واعمل دايمنشن من هنا ودايمنشن تاني هنا عشان يبقى تغيير من خلال الارقام. هقول له ده مثلا L1، وخليها instance. instance يعني كل واحدة هتغير مع نفسها، مش كل التايب اتغير مرة واحدة. وده هنسميه مثلا L2، وريستنس برضو. اوكي، يبقى ده L1 وده L2. خلينا نقول له عمالة في المشروع، خش في 3D، واقول له بيس كومبوننت اهوت. تقدر تحطها مثلا على الباب دوت اهو، او تحطها هنا في اي مكان انت عايزه. ممكن تحطها حاجة فوق الباب دوت، فوق الفلور، فوق الروف، زي ما انت عايز. تقدر تعمل سيلكت هنا وتقدر تغير من خلال الارقام دي، مثلا تخليها 250، ودي تخليها مثلا 2 متر، تتغير معاك على طول بالشكل ده.